السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا يا جدعان انا رجعت لكم بفيديو جديد. بصوا يا جدعان، ان شاء الله من اول الفيديو ده انسوا اللي فات، وبإذن الله الفترة الجاية هيحصل مفاجآت. يعني الفيديو ده يا جدعان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فاصل بين كل اللي فات. اعتبروا كل الفيديوهات اللي نزلت اللي فاتت دي كانت بداية، وبإذن الله الفيديوهات الجاية ديك هيحصل حاجات دمار. فبإذن الله يا جدعان بقى خلاص قررت، الحمد لله رب العالمين، هصفي، بس مش هصفي يعني وهبطل، لا انسوا، ان شاء الله انا مكمل معاكم. هصفي يعني يعتبر تلات ارباع الحمام اللي عندي اللي ملوش لازمة واللي ليه لازمة، حد يقول لي ليه؟ طبعا يا جدعان ان شاء الله ان شاء الله انا هنطور حاجات في الغية ديك، وهعمل بوكسات وهعمل حاجات كده كتير، وهنجيب كمية حاجات يا جدعان، مش حمام بس خليها مفاجأة، وخلي كل حاجة في وقتها. وبإذن الله يا جدعان لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة، عشان بجد بجد والله العظيم اللي هيحصل الفترة الجاية في القناة حاجات هتعجبكم جدا. فدلوقتي يا جدعان انا هصور لكم كمية الحمام اللي هتتباع، اللي انا كده كده ان شاء الله مش هنزل بيها كلها النهارده الخميس يا جدعان، انا نازل بكره سوق الجمعه، سوق السيده عائشه، هبيع منهم حبه. وكنت يا جدعان من 3 ايام اشتريت صفقه حمام بس هستلمها النهارده وهتتباع بكره. حد يقول لي ليه؟ اقول لكم ليه. ان انا يا جدعان يعني اليومين الجايين دولك هعمل تحولات في الغيه، كل حاجه هتشوفوها الغيه دي هتتحول، يعني هتشوفوا حاجات هتعجبكم بجد 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 ان شاء الله هتعجبكم. فطبعا هيتبهدل الحمام معايا، مش هسيب طبعا زي حمام التحصين بتاعي 5 جواز او 6 جواز اللي انا ما اقدرش استغنى عنهم، اللي هم وش الخير عليا، اللي هم بسببهم عملت الغيه وكل ده بسم الله ما شاء الله من 5 جواز. المهم يا جدعان تعالوا دلوقتي هنشوف الحمام اللي هيتباع، وباذن الله هاخد منه جزء في بكره هيتباع في السعيد عيش، عشان طبعا صفقة الحمام اللي جايبها ديت برضك هاخدها معايا عشان ما يبقاش حمام كتير. فبإذن الله لو عرف انا كده كده هستلمها النهارده، يعني راح اخدها من صاحبها النهارده. المهم عرفت اصورها لكم وانزلها لكم على الفيديو دوت، خلاص ما كده هنصورها لكم بكره قبل ما انزل السيده عائشه، وانزلها لكم في فيديو لوحديها اتفرج على الصفقه اللي جبناها، حاجه بسم الله ما شاء الله. فعشان ما اطولش عليكم تعالوا نشوف الحمام اللي هيتباع وباسعاره، تقول لكم برضك اسعاره عشان خاطر مش خاص خاص، لا اللي عايز حاجه يقابلني بكره في السيده عائشه، والحاجات اللي مش عارف اخدها وحد عايز منها حاجه يا هيقابلني يقدر يجي لي هنا اكتوبر، يا اما في دار السلام، يا اما نشوف هنرتب مكان قريب من اكتوبر او دار السلام. ماشي تعالوا بقى يلا بينا عشان ما اطولش عليكم نشوف الحمام اللي هيتباع، يلا بينا. نقول بسم الله كده يا جدعان، طبعا الثلاث حمامات اللي رجعتهم لصاحبهم رجعوا تاني، هروح اديهم له تاني، ولو رجعوا لي هقول له خلاص فكك منهم، ويا اما تبيعهم لي يا اما تسيبهم لي. طيب نيجي كده بسم الله الرحمن الرحيم. الاسود غزار ده يا جدعان طلعت نتايه وهتتباع، ماشي طلعت نتايه وهتتباع، طبعا اللهم صل على النبي عليها، نتايه مستوى الله اكبر، والله العظيم يا جدعان الكاميرا ظلمها بجد، الكاميرا ظلمها دي يا جدعان لسه مخلصها ليش، بص الجفون بتاعتها نتايه الله اكبر عليها بجد. طبعا يا جدعان النتايه دي هتتباع، ماشي هقول لكم على سعرها دلوقتي، والاثنين اللي هم عيال روحنا دول، ماشي الاثنين عيال روحنا دول هيتباعوا، ماشي طبعا النتايه دي هتتباع اللي هو الحمام التحضين، هرجع لكم دلوقتي واقول لكم كل حاجه على اسعارها. طبعا كل ده هيتباع يا جدعان اهوك، ده كده كله هيتباع، ماشي كل ده كده هيتباع، ماشي دول كده هيتباع، ماشي يا جدعان. نرجع بس لدول عشان ما ننساش. الاسود غزار ده يا جدعان يعني انا هبيعه ب 150، 150 نزل ل 120 مش مشكله، بس هو والله العظيم يا جدعان بسم الله ما شاء الله يساوي اكتر من كده، ده دوك لو لحد من القناه في السوق بقى هو ورزقه. وبص اللهم صل على النبي عليه عامل ازاي. الاثنين اللي روحنا دول انا مش عارف يعني ب 120 ولا ب 150، لو ما يساووش برضك قولوا لي في التعليقات يساووا كام، يعني قولوا لي في التعليقات اللي روحنا دول يساووا كام، والاسود غزار ده يساووا كام. طبعا دولك يا جماعه اللي هنزل بيهم السوق بكره، عشان طبعا الحمام اللي هجيبه فانزل بحبه حمام نضاف يتباعوا بسرعه، ودولك يتباعوا ايه تسويق هنا، يبقى هنزل بالاثنين اللي روحنا والاسود غزار
وصفقة الحمام اللي هتشوفوها بكرة وأنا نازل بيها إن شاء الله. طيب الحمام بقى اللي هو عيال التحضين دوت، طبعا أي قص منهم يا جدعان، أي قص من اللي أنتوا شايفينه ده كده كله ب60 جنيه، أي قص من اللي أنتوا شايفينه ده كله ب60 جنيه. ماشي كده خلصنا من دول. في ايه؟ لا القص دول يا جدعان بسم الله ما شاء الله دول هخليهم دول تحضين، الله اكبر عليهم. ماشي نيجي بقى القص بتوع المسابقه دول، انا هحاول اتصل بصاحبهم النهارده اللي كسبهم. ماشي رد عليا هقول له انا هاخدهم بكره السوق هديهم هديه لاي حد مبتدئ هو ونصيبه. ماشي يا جدعان ما ردش عليا برده وما رداش يرد عليا زي كل مره، بردك هاخدهم واديهم لاي حد هديه بكره يا جدعان، والزغلول بتاعهم لسه ميت حالا. ثانية اوريه لكم، حتى الباب مش عايز يقفل، القص دول محسودين ولا ايه؟ بصوا الباب مش عايز يقفل، لا اله الا الله. ايه ده؟ طب ثانية يا جدعان معلش اقفل الباب، والله العظيم القص دول انا مش عارف ايه، ثانية وارجع لكم. اخيرا قفل بعد عذاب. ماشي كده قص المواصلة بتاع ده خلصنا منهم. دولك احتمال ابيعهم واحتمال اه، طبعا يا جدعان الحمام ده كله شغال، واللي متابعني الفترة اللي فاتت عارف ان الحمام ده تحضين ممتاز. دولك مش عارف ممكن ابيعهم يا جدعان برضو، ودولك برضك هبيعهم، يعني القص ده والقص ده برضك هيتباعوا. اي قص منهم يا جدعان عامل 80 جنيه، حمام الله اكبر عليه شغال 100 100، وبرضك لو ما يساووش او يساووا برضك قولوا لي برضك في الكومنتات، دولك كده برضك هيتباعوا. طبعا يا جدعان الدنيا مبهدله النهارده، طبعا الخميس طبعا باجي بسهر كل خميس يا جدعان وانضف الحمام عشان خاطر ما بقدرش الايام اللي قبليها. دولك بردك يا جدعان هيتباعوا. ماشي دولك هيتباعوا، اي بردك قص اي اتنين ب60 جنيه. في ايه كمان؟ الله اكبر. لا دولك لا لا دول حبايبي دول. طبعا الزغال لسه ناقلينها دولك لسه يا جدعان، بص زغاليل بالصوصي لسه ناقلينها، دولك اربع زغاليل سيبوكم من المكسح ده، دولك اربع زغاليل الله اكبر عليهم، برضك اي زغلولين فيهم ب50 جنيه يا جدعان دول. ماشي اي زغلولين فيهم ب50 جنيه، وقرب قرب قرب. ماشي يا جدعان دي كده دي كده يا جدعان كمية الحمام اللي هتتباع، ومش هيبقى فيه غير الاصوص التحضين بتاعتي الاساسية. ماشي طبعا اليمام هخليه، وهتشوفه والله العظيم باذنك انت يا رب هتشوفه في مفاجآت الفتره الجايه. انا قلت لكم الفيديو ده فاصل بين اللي فات واللي جاي، فان شاء الله ان شاء الله اللي عايز حاجه من الحمام ده رقم تليفوني، رقم تليفوني هتلاقوه في الوصف، يعني اللي عايز حاجه من ده وعايز يكلمني هيلاقي رقم التليفون في الوصف. ماشي فتحت الفيديو. فدي كده يا جدعان اللي هنزل بيهم بكره الاسود غزار، والاثنين عيال روحنا، والباقي ده كله اللي عايز حاجة يكلمني يا اما يجي لي اكتوبر هنا عندي يشرفني، ويا اما في دار السلام الا حتة قريبة منهم اعرف اروح له فين، ده لو عايز كمية. ما حدش مثلا عايز منهم حاجة كده كده هحاول اسوقهم هنا عشان افضي المكان. طبعا بقى يا جدعان ان شاء الله كل ده شايفين كل العيون دي، كل ده هيترمي، كل ده هيترمي ان شاء الله، مش هخلي الكلام ده كله، وشبكة المياه دي هتتشال وهيتعمل اختراعات جديدة فوق، ويعني الحمد لله رب العالمين تبقى حاجة 100 100. وبص يلا بقى الراجل اللي جنبي، بص الله أكبر، ده يا جدعان كله حمام بلدي، بصوا اللهم صل على النبي. ماشي يا جدعان الله أكبر عليهم. طبعا هو ده حمام بلدي مسيبه، ده يا جدعان اللي أنا ماسك منه 7 حمامات ورجعتهم له، ورجع منهم 3 تاني حابين عندي المكان أوي. فعشان ما أطولش عليكم يا جدعان، عشان ما أطولش عليكم، ده كده الفيديو بتاعنا النهاردة. ان شاء الله ان شاء الله بكره الصبح الحمام اللي صفقة اللي اشتريتها هصورها لكم فيديو خاص لوحدي وهنزله، هيكونوا طبعا ان شاء الله اتباعوا عشان خاطر. معلش يا جدعان رجعت لكم تاني، الفيديو فصل، فكده نهايه الفيديو بتاعنا يا جدعان دلوقتي. والله انا بعد ما عملت نهايه وقفلت لقيت الكاميرا فصلت، اعمل ايه تاني؟ ماشي يا جدعان ما علينا، فكده نهايه الفيديو بتاعنا، يا رب تكونوا استمتعتم، وان شاء الله الفتره الجايه تشوفوا حاجات تليق بيكم وهتعجبكم جدا. فكان معكم يوسف سفر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.